وصحبه وسلم تسليما. بلغ العلا بكماله، كشفت الدجى بجماله، شرفت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كسيدنا ومولانا محمد بين الورى. هذه الليلة المباركة من هذا الشهر المبارك، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم 6 أيام. وقلنا أن الجارية لما أتت إلى جدها عبد المطلب وبشرته بميلاده صلى الله عليه وسلم، فرح جده عبد المطلب أيما فرح، وسماه محمدا، وطاف به بالبيت 7. وهذا الاسم لم يكن يعرف عند الناس إلا لأربعة أشخاص سموا أولادهم بهذا الاسم، لأنهم قد قرأوا أو سمعوا بأن نبيا يبعث في آخر الزمان يسمى محمد، فسموا أبناءهم بهذا الاسم رجاء أن يكونوا هم الأنبياء. ولكن كما قال سيدنا محمد البشار وكما قال أصحاب العقيدة أن النبوة ليست بمكتسبة، إنما النبوة من الله سبحانه وتعالى. الله اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، هذا اختيار واصطفاء من الله عز وجل، ليست النبوة مكتسبة. يعني لا يكتسب الإنسان النبوة بالجد والاجتهاد والطعنة، ذاك فضل الله يعطيه لمن يشاء جل الله واهب المنن. فسماه محمدا رجاء يحمده أهل السماء. قال علماء السير أن جده عبد المطلب ذبح له في 7 ميلاده كبشا عظيما أقرا. وذكر القاضي عياض في الشبع في التعريف بحقوق المصطفى وهو يعد من أمهات كتب السيرة والشمائل النبوية أنه صلى الله عليه وسلم بعدما أكرمه الله بالنبوة أعاد عقيقته وأعاد يعني اسمية تابع صلى الله عليه وسلم. ولهذا تعلم أن الحقيقة يعني هي اسمية أنها يعني شيء متعارف عليه منذ القدم. وعندنا نحن المالكية فيها قولان في وقتها أي متى تسقط. القول الراجح في المذهب والمفتي عند السادة المالكية أنها تسقط بغروب شمس اليوم السابع. تسقط بغروب شمس اليوم السابع، ولا يحسب اليوم الذي ولد فيه المولود عند الفجر وبعده، وإنما يحسب اليوم الذي ولد فيه المولود قبل طلوع الفجر. فإذا ما ولد مولود مع الفجر أو بعده ذاك اليوم يسقط ولا يحسب، تحسب اليوم الموالي. وعندنا قول ثاني في المذهب المالكي وهو أنه يصح للإنسان أن يعق ويذبح للمولود أو مولودته في الأسبوع الثاني والأسبوع الثالث. هذا قول عند المالكية، ولكن القول الأول أظهر به الفتوى. وعند المذاهب الأخرى كما هو مذهب الشافعية أنه يجوز للإنسان أن يعق عن نفسه وعن غيره ولو بعد سنين. قال ابن جزي الكلب الغرناطي رحمه الله في كتابه القوانين الفقهية، وهو في الفقه المقار، وهو كتاب عمدة في المذهب المالكي ويتطرق إلى مذاهب وأقوال علماء أخر، يقول في آخر الكتاب في باب العقيقة في الصفحة اليمنى في الصفحة الأخير منه يقول رحمه الله: ولا يعق عن الكبير خلافا لقوم، ولا يعق عن الكبير خلافا لقوم، وهو يشير بذلك إلى الشافعية وبعض العلماء الذين يقولون بأن الحقيقة لا تسقط وإنما يعني تبقى ولو بعد سنين. وقد أجاد الإمام ابن القيم الجوزية في كتاب العظيم وهو صغير الحجم ولكنه عظيم المبنى والمعنى،
الفوائد التي فيها سماهم بتحفة المولود في أحكام المولود، فلم يترك شاردة ولا واردة ولا مسألة فيما يتعلق بهذا الباب إلا ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى. نعود إليك يا سيدي يا رسول الله. حق نفسه صلى الله عليه وسلم في الإسلام سماه جده محمد، وذكر الإمام الترمذي وبعض من العلماء ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم له من الأسماء ما يزيد عن 200 اسما، أكثر من 200 اسم، بل أوصل بعضهم إلى ما يبلغ ويزيد عن 1000 اسم. ويقول العلماء إن كثرة الأسامي تدل على عظيم المسمى، الشيء إذا كثرت أسماؤه دلت على مكانته وعظمته ومقامه. ولكن هناك حديث صحيح ذكره إمام دار الهجرة سيدنا مالك بن أنس، وهو آخر حديث في موطأ الإمام مالك، كتاب الأسماء آخر حديث في موطأ الإمام مالك، ذكر حديثا وإن كان بعضهم ذكر الحديث مرسلا، ولكن مراسيل الثقة يعتد بها، ومن أوثق من إمام دار الهجرة إمامنا مالك عن مالك عن محمد بن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لي 5 أسماء، أنا محمد ومحمد ذكر في القرآن على عدد أحرف هذا الاسم، كم عدد حروف محمد؟ 4، ذكر هذا الاسم الشريف 4 مرات في القرآن الكريم لا 5. أول ذكر لهذا الاسم الشريف في سورة آل عمران بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله. الموضع الثاني في سورة الأحزاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله فقط. الموضع الثالث في اسم سورته وهي ما تسمى بسورة محمد: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق. والموضع الرابع والآخر في آخر آية من سورة الفتح: الله يفتح عليكم جميعا محمد رسول الله. يا سلام. وليس هناك موضع خامس ذكر في هذا الاسم الشريف في القرآن الكريم: أنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال اسمه أنا أحمد من حمد الله سبحانه، وهو على صيغة أبلغ أو أفعل. وقد ذكر مرة في سورة الصف اسمه أحمد، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الباحث الذي يمحو الله بي الكفر، الذي يمحو الله بي الكفر. وهذا الاسم الشريف محمد، لو تأملتم في هذا الاسم الشريف محمد محب مح بالكفر ومد مد بالإسلام. ولذلك تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كله بركة وكل أسرار وأنوار اسم ومسمى، محمد محى به الكفر ومد به الاسلام، وانا الماحي الذي يدعو الله بي الكفر، وانا الحاشي الذي يحشر الناس على قدمي، اول من تنشق عنه الارض يوم القيامه هو قبر سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. كل مقابر الدنيا هي روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، يعني فيها وعليها، إلا مقبرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ما تسمى بمقبرة البقيع أو بقيع الغرقد أو مقبرة الجنة، فكلها روضة من رياض الجنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني شفيع لمن مات بها. أول مقبرة تنشق
أصحابها هي مقبرة أهل الباقية. يكفيكم هي المقبرة في عموم لو كان فيها واحد عالم راس صالح الفن ربي يشفع الموتى الكل فيه، فكيف بربكم في مقبرة فيها ما يزيد عن 10,000 صحابة؟ الله. أبناء النبي وبناته وزوجاته وأصحابه لحدا المسجد الشريف والله تعالى 10,000 صحابة زيادة عن العلماء والأولياء والأقطار والشهداء وخيرة خلق الله، لم يدخل في الباقي إلا الصلاح إلا ويكفي ما فيها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المقبرة التي كان يكثر الترداد عليها صلى الله عليه وسلم حتى تلك الأيام التي مرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور الباقية، وحتى قيل كل ليلة يزور الباقية بعد صلاة العشاء ويذهب إلى المقبرة فيستغفر لأهلها، واستغفار النبي مقبول ما فيش يعني كما يقول إحنا تردد ولا يمكن ما يمكن، لا استغفر لهم رسول الله فالله يغفر لهم السلام عليكم أهل الديار وهكذا. أول من تشق عنه الأرض والقبر هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنه يكون له رايه بيضاء فتأتي الملائكة فتعرف قبره فينشق قبره ويخرج صلوات ربه وسلامه عليه. وأنا الحاشم الذي يحشر الناس على قدره، ما في مقام يوم القيامة لنبي ولا لولي ولا لغيرهما حتى يكون تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين يبتلهما الإنسان حقلتين ثم يدعو لي بالوسيلة، والوسيلة مقام عظيم لا ينال إلا أحد، فإني أرجو أن أكونه ولا يكون صاحب لك المقام محمود إلا هو صاحب اللواء المعقود والحوض المورود الشافع المحمود صلى الله عليه وسلم. وأخيرا أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، والعاقب من العقد وهو المقصر في الشيء، والعاقب هو الذي لا نبي له. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله.